أهلا فيكم بهاي التغطية الخاصة اللي فيها رح نلتقي بعدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة ضمن مؤتمر نساء على خطوط المواجهة بنسخته الخامسة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء دكتور بشر الخصاوني وبتنظيم من مؤسسة ميش دياء بفندق الفيرمونت في العاصمة عمان. المؤتمر بيسلط الضوء على قصص نساء رائدات في مجال القيادة والتغيير والاستدامة في مختلف القطاعات، ممن قدمنا حلولاً مثلى لبناء المجتمع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية والمحافظة على المعايير الأخلاقية. افتتحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني، افتتحت فعاليات المؤتمر الذي شهد حضوراً لافتاً للعديد من الشخصيات البارزة في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والفنية والاقتصادية والتقنيات الحديثة من مختلف بلدان العالم. ويهدف المؤتمر إلى تمكين النساء وتشجيعهم لتحقيق نتائج مستدامة تخدم الصالح العام والمجتمع بكافة مكوناته، إضافة إلى إلقاء الضوء على قصص سيدات وفتيات تحدينا وحققنا نجاحات وتركنا بصمات بارزة في مختلف القطاعات. وزيرة الدولة السابقة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان الدكتورة ميش دياق مؤسسة المؤتمر أثنت على جهود الأردن في مجالات تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، مجددة التحية لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله التي كانت سباقة في منح رعايتها لمؤتمر نساء على خطوط المواجهة في نسخته الأولى عام 2016. وكان لنا معها لقاء حدثتنا فيه عن المؤتمر وكيف أصبح اليوم مساحة مهمة لدعم وتمكين المرأة في العالم العربي. يعني يا ست مي منرحب فيكي وبوجودك معنا أول إشي بعمان وبالأردن، دائما وجودك مرحب فيه، منورة عمان زي ما بقوله، ومبسوطين إنه عم تكوني معنا عبر شاشة عمان تي في بصباح الخير يا أردن. أهلا وسهلا فيكي. أنا بدي أشكركم على هذه الدعوة وعلى هذه التغطية المميزة لمؤتمر Women on the Frontlines MENA Chapter عمان 2022 يلي منور بوجودكم وبدعمكم، لأنه الإقبال الأردني على هذا المؤتمر شجعنا إنه نرجع حتى بعد كوفيد يعني لنعمل النسخة الخامسة. ست مي، إذا نتحدث أكثر عن المؤتمر وعن بذرة الفكرة حول هذا المؤتمر، شو اللي خلى هذا المؤتمر يتحول هذا الحلم، خلينا نحكي لحقيقة؟ نعم. هو من وقت ما أنشأت الميش دياء فاونديشن، هي المؤسسة اللي أطلقتها 4 سنوات بعد تعرضي لمحاولة الاغتيال يلي أدت فيه أنه انقطعت ايدي وانقطعت رجلي الشمال، وكفيت العمل التلفزيوني على مدة 3 سنين بالرغم من كل التحديات، وكفيت الدكتوراه، بس حسيت انه من خلال انشاء مؤسسة ممكن خلي الصوت يوصل بشكل افضل. فكانت الفاونديشن، كنا مقبلين بال 2012 على العالم التقني الحديث وعملنا الفري كونكتد مايندز، وبعدين قلت لا، عبالي يكون كمان عنا مؤتمر عن المرأة. وهكذا كان أول نسخة ببيروت بال 2013 ل Women on the Frontlines. بعدين صديقاتي بالأردن مع الشاعر وسوزان عفانة التقينا وقلنا ليش ما مننقل التجربة لعمان ونعمل MENA Chapter، يعني الشابتر الفصل الخاص بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الاستحسان يلي لقى هذا المؤتمر بالأردن، وتحديدا يعني عم يتسني لنا إنه نقدر ندعي سيدات من أفغانستان، من دول عربية، من كافة أقطار العالم، لحتى نقدر نعمل هالمؤتمر ونلقي الضوء على مثلا نساء شاركوا بمفاوضات السلام مع طالبان، سيدات كانوا تبوأنا مركز وزيرات دفاع وخارجية ونائبة رئيس حكومة لأول مرة، ليس فقط في الشرق الأوسط والعالم العربي وإنما بالمطلق، يعني 3 حقائب، النساء في مختلف القطاعات المصرفية، الطيران، العالم الاتصالات، يعني الفن، لانه على طول الميتافيرس، الكريبتو كورنسي، بعد الظهر مثلا على طول بنركز عنا. هلا تحيه لشيرين ابو عاقله، تحيه لروحها الشهيده الاعلاميه، يمكن انا كانت عجيبه والمتفجره تحتي،
ما قدرت علي، مع انه كانوا القتلة كان بدهم يتخلصوا مني ويقمعوا لي صوتي، بس شيرين شانسة ما كان حظها كان سيء ولقت حتفة على الفور. بقى في تحية لها طبعا، تحية من كبيرة خلال المقابلة قبل ما يكون في ندوة مع صحفيات على خطوط التماس. ست مي، بما انه ذكرتي الحديث قبل شوي عن الصحفية الشهيدة شيرين ابو عاقلة، طبعا تم تكريمها بالمؤتمر، اكيد يمكن نحكي ست مي انت اول للناس اللي يحكوا عن هذا الموضوع، لأنه بنعرف تعرضتي لمحاولة اغتيال والحمد لله أنت هلأ بيننا وبسلامتك وبصحتك والله يعطيك العمر. هل بتعتقدي لسه لليوم في، خلينا نحكي، قيود على حرية الصحافة، في نوع من الإسكات على الحقيقة؟ لا شك الصوت الحقيقة بيوجع، صح. والتغطية المباشرة وألقاء الضوء على بعض ما يرتكبه الطغاة، هيدا غير محبب به. لذلك بيصطادوا الصحفيين، بيعتبروا أنه من خلالهم بالإمكان إيصال رسالة إلى الجميع أنه ممنوع حرية التعبير، يجب إسكات من يطالب بالحقيقة أو من يطالب بالسيادة وبالحرية. وهذه شغلة يعني مسألة كتير دقيقة، ومنلاقي أنه بالعالم العربي بعده عنا مقولة في لبنان تقول هناك الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية. صحيح. يعني بلبنان فيك تقولي شو ما بديك، بس بالآخر هناك من لا يحبون الديمقراطية وحرية التعبير. يعني إحنا بدنا نتشكرك ست مي على هاي الجهود اللي بتقوموا فيها بالمؤتمر لدعم المرأة دائما وقضايا المرأة، وبنتشكر وجودك معنا كتير، وأنت أكبر مثال للمرأة الداعمة، للمرأة ودائما اللي بتبرز الحقيقة وبتدافع عن الحق دائما. بيشرفنا وجودك معنا، شكرا كتير، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا على هذا اللقاء. وكان لنا خلال هذه التغطية لقاء مع الإعلامي ريكاردو كرم الذي أدار مجموعة من الحلقات الحوارية في المؤتمر حول المرأة في الإعلام. أهلا وسهلا فيك ريكاردو كرم معنا اليوم. يعني أنا شخصيا هذا شرف كبير لي أنه لمرة تانية بأقل من 3 سنين عملت معكم مقابلة. بس الوضع بيختلف كان. كنت حامل وقتها جد كنت حامل وقتها. أهلا وسهلا فيك، دائما عمان منورة فيك، وشرف كتير لنا أنك تكون معنا. وحضرتك طبعا معروف عنك أنك من أكبر الداعمين للمرأة. أول شيء سعادة لي أكون معك، أكون معكم على التلفزيون. سعادة أني طل معك للمرة الثانية، وطبعا عمان هي بيتي، يعني بحس حالي بين أهلي. والمرأة أنا مش نصيرة، يعني أنا دايما إلي خلف المرأة، هي بتكون قدام وأنا بكون وراء. يعني على الحكي الحلو. برضو بأكد وبحكي، بنشوفك دائما من الداعمين للمرأة، هل في سر خلف هذا الموضوع؟ شو سبب دعمك للمرأة بهاي الطريقة؟ في قضية معينة بتخص المرأة مثلا قريبة كتير على قلبها؟ بعتقد أنه حياتي كنت محاط دائما بوجود أنثوي، والدتي، جدتي، وطبعا لاحقا زوجتي أو النساء كانوا بحياتي، ولعبوا دور أساسي بتشكيل شخصيتي. هالنساء ثلاثة، يمكن زوجتي لا مش بتشكيل الشخصية، لكن بيصقل مع الوقت بتغيير أمور كتير نواحي عديدة. بعرفي الثنائي وقتها واحد بيبني بياخد وبيعطي، بيكون في دائما تبادل. صحيح. بكتير أمور بتغير أمور، بتصلحي شوائب وبتعززي مكان من قوة عندك أنت. أدوار مكملة. أخذت من هالثلاثة كتير أثروا في مراحل مختلفة، وبعتقد يمكن عرفت أو أدركت أهمية الدور اللي لعبوه على الصعيد الخاص، على الصعيد الأكبر كعائلة، المجتمع الضيق، المجتمع الأكبر. وفهمت طبعاً أنه المرأة هي اللي تبني الأوطان بهالمجتمعات المختلفة. إذا نحن في سيفساء من مجتمعات يمكن مش ببعضنا بأمور، بس بأمور تانية بنختلف عن بعضنا، لكن بكل هالمايكروكوزم صغار دائماً في امرأة هي بتكون العمود الفقري لهذا المجتمع الضيق. عم نشوف انه بالوطن العربي عم بيكون واقع المرأة مختلف عن قبل فترة، خلينا نحكي، شو رأيك بالتغييرات اللي عم بتصير بالمرأة بين دول الخليج، ببلاد الشام، بكل مغرب، كل المحلات المرأة عم بتغير دورها؟ هلا اكيد بنفصل بين مجتمعات الخليج، مجتمعات المشرق العربي والمغرب العربي. إذا نطلع إذا إلى دول مثل تونس مثلا، دائما المرأة كانت بالمواقع التقدمية. نعم. ننظر إلى النساء في الكويت،
ناهيك طبعاً نساء في لبنان أو في سوريا أو في مصر دائماً يعني على مر العقود والعصور كانت النساء هن السباقة في قيادة الدفة بمجالات مختلفة، حتى لعبت أدوار بالسياسة إذا ما كانت هي بالواجهة بس كانت هي تعمل بالظل. الفرق اليوم أنه صارت هي ظاهرياً في مراكز تقدمية، بس طبعاً بعد في عنا قوانين كتيرة، بدأ تعديل قوانين أحوال، بدأ أيضاً تطور. بس طبعاً الملفت أنه بدول مثل المملكة العربية السعودية، مثل الإمارات العربية المتحدة وغيرها، منشوف إلى أي درجة المرأة أصبحت ظاهرة، وجودها مهم له تقل. وطبعاً الأنظمة أثرت أنها تعزز مكانة، يعني أعطيتها مناصب مهمة في الحكومات المختلفة في دول. طبعاً بمجالس الأمة صار في إلها حضور، لكن عم بتناضل ليكون في إلها حضور أكبر. إذا اليوم بدك تحط أصبعك زي ما بيحكوا على جرح، أو بدك تنقي أكبر تحدي بتواجهه المرأة اليوم بالمجتمعات العربية، ما هو التحدي الأكبر؟ ما بدي فوت بالسياسة ودورة بالحقل العام. أنا بشوف أن المرأة بحياتها الخاصة ما عندها حقوق، يعني المرأة عند الطلاق، عند الانفصال، ما عندها أي حق. المرأة يعني حقوقها مغبونة، حقوقها مسلوبة، مخطوفة. الولد بآخر النهار مكانه مع أمه قد ما كان البي. مهم أنا أبو عم بحكي، يعني أنا يمكن بعبد ولادي بس شكرا، لكن العمود الأساسي هي زوجتي، هي الأم. الأم هي اللي بتلم الأولاد. أهم استحقاق أن ننصف الأم ونخلي الأم كمان تعطي الجنسية لأولادها إن شاء الله. وعنا كمان يا رب، هيدا 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 شيء أساس برأيي، بعدين الأمور التانية بتجي لاحقا إن شاء الله. هاي الحقوق البسيطة خلينا نحكي لي مفروض تكون موجودة أصلا من سنين عند جميع السيدات. ريكاردو الحديث قصير، بنعرف أنك مشغول والوقت مش كتير بسمح لنا نحكي معك أكتر. شكرا كتير لوجودك معنا، شرف كبير لنا دائما. شكرا لك ولا فريق العمل. شكرا، يعطيك ألف عافية. وكان لوزيرة السياحة السابقة والإعلامية سوزان عفانة حضور في المؤتمر وحلقاته الحوارية، وتحدثنا معها عن تمثيل المرأة في الحكومات الأردنية ومجلس النواب والتحديات التي تواجهها المرأة في مجال الإعلام والخط السياسي. أهلا وسهلا فيكي معليكي، احنا كتير مبسوطين انك اليوم اجيتي معنا، ويعطيك ألف عافية، يعني منورة اليوم. تسلمي، شكرا كتير للاستضافة ولعمان تي في على هالمقابلة. نورتينا. حابين نسأل بالأول برأيك ومن خبرتك سواء في الإعلام أو في السياسة، شو برأيك هي وصفة النجاح للمرأة الأردنية في ظل كل التحديات اللي ممكن تواجهها؟ يعني بدي أقول أنا طبعاً وصفة النجاح لأي شخص حابب ينجح هي أكيد أنه العمل والمثابرة وطبعاً الانتقاء، إيش المجال العمل اللي حابب يفوت فيه أو تفوت فيه كامرأة. ولكن أيضاً زي ما بتعرفي في دائماً تحديات قدام أي شاب أو شابة إنها تفوت في مجال العمل، ولكن دائماً التحديات على النساء بتكون أقوى، مضاعفة. بالضبط، ثقة المرأة بقدرتها بنفسها، ثقة المجتمع فيها هذا تحدي آخر. الفرص اللي بتتوفر لها دائماً كمان أقل. الرجل بيغلط، ولكن المرأة كتير من المرات كأنها ما بتحمل إنها تغلط، فدائماً هي مركزة كتير على شغلها، ومركزة إنه تكون مثابرة جداً وتكون دقيقة جداً في عملها. كأنه الناس بتسامح الأخطاء للرجال ولكن ما بتسامح الأخطاء، كأنه عندها فرصة واحدة الست بتحس حالها. بالضبط. المرأة يفترض منها في عملها إنها تعمل، وكأنها ما عندها بيت أو ما هي ليست أم وليست مدبرة منزل، وإنها تكون برضو أم ومدبرة منزل وكأنها ليس لديها عمل، فدائماً المسؤوليات تتضاعف عليها. ولكن هذا العبء لا يوجد على الرجال، وآن الأوان أن المجتمع يقسم هاي الأعباء بالتساوي بين المرأة والرجل. إذا بدنا نحكي عن دور المرأة الأردنية في الحكومة، هل برأيك قادرة الست الأردنية أنها تمثل المواطنين في كافة القطاعات الحكومية وفي مجلس النواب؟
يعني بالبداية بدي أحكي إنه الأردن خطى خطوات مهمة جدا وخطوات كبيرة جدا، والشكر دائما بيروح لجلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة رانيا لدعمهم للقطاع النسائي. الكوتا النسائية اللي وجدت في البرلمان الأردني اليوم هي يعني بنية تحتية مهمة جدا للمرأة في السياسة الأردنية. شكراً كثير على وجودك معنا، نعرف أنك أنت عندك كثير هلأ بانلز وأشياء تحضريهم بهذا المؤتمر، يعطيك ألف عافية. شكراً لك، شكراً كثير على الاستضافة، يعطيك ألف عافية. شكراً. الممثلة اللبنانية الكبيرة ماجي بوغصن تحدثت خلال المؤتمر وحوارها الإعلامي الكبير ريكاردو كرم، حيث شاركت بوغصن الجمهور قصة مسيرتها الفنية الناجحة. كان لنا حوار معها عن التحديات اللي واجهتها على المستوى الفني وصولاً إلى النجاح الباهر اللي حققته مع الجزء الثاني من مسلسل للموت اللي جال العالم وترجم إلى أكثر من 5 لغات، وتطرقنا أيضاً لأهمية دور الفن في معالجة قضايا المرأة. ست ماجي اهلا وسهلا فيكي، ما بتصدقي احنا قد ايه مبسوطين انك انت معنا لليوم. انا اللي مبسوطه اكثر اني معكم، ثانك يو حبيبتي، نورتينا، نورتي الاردن، ووجودك يعني بيعطي هيك ايجابيه اصلا، خصوصا بعد النجاح اللي شفناه يعني خلال شهر رمضان وكل الاشهر يعني، بس خلينا نخص بالحديث مسلسل للموت. لو بتشوفي الايجابيه اللي انا بحس فيها بس اوصل على الاردن، ما فيني اقول لك قديش انا بحب هيدا البلد وبحب شعبه، وبعرف قديش بيحبوني وقديش دايما غامريني بمحبتهم بالسبورت تبعهم. ما معقول يعني، ومنه هيدا شيء جديد يعني من اكثر من 5-6 سنين لهلا. فانا بس اوصل على الاردن بحس اني هيك بيتك الثاني، بيتي الثاني فعلا يلي برتاح وبنبسط فيه. فانا عن جد للكل بدي اقول لهم اي لاف يو سو ماتش وثانك يو على كل شيء بتعملوه معي، وان شاء الله بنبقى سوا. اكيد بتنورينا دائما، وعن جد زي ما حكيتي بيتك الثاني ست ماجي. خلينا نبلش شوي نعرف عن، نخص بالحديث شوي اعمالك الفنيه وخصوصا اخر عمل. هل بتحسي انه كان للموت وللموت بيعالج يعني قضايا كتير. اذا بدك تعدي بتبلشي وما بتخلصي، زي ما بتقولوا بتبلشي وما بتعودي بتخلصي، صح؟ احكي لنا كيف تاثيره على المراه وتمكين المراه والتحديات اللي بتواجهها المراه. أكيد له تأثير كتير على المرأة، ومش بس على المرأة، له تأثير على المرأة، على الرجل، على الطفل، لأنه للموت تناول مواضيع كتيرة منها تعاطي المخدرات ومساوئها. للموت كان في جرأة، بس يلي غاص بالمسلسل بيعرف قديش في رسائل كتير مهمة. مخدرات لوين بتودي؟ بتفيد كل المجتمع، تربية الطفل، العيلة، البيئة الصحية اللي بيربوا فيها الأطفال، هيدا مسج كبير للمرأة وللرجل، للعيلة، قديش لازم الطفل يربى ببيئة صحية ببيته، لأنه هي اللي بتربيه وبتعطيه شخصيته، وهي اللي بتبني له مستقبله. نحنا بنتين سحر وريم ربيوا بظروف كتير صعبة وكتير قاسية، وصلتهم على كبر إنه ينتقموا من الدنيا كلها، صاروا يغلطوا بمحلات، حتى بالمحلات اللي حاولوا ينظفوا حالهم فيها، المجتمع ما خليهم، ما اعطاهم مجال. كمان بنقول للناس ما تحكموا على الناس من برا، في ناس بتغلط بس بحاجه انها تصلح حالها، بحاجه انها تنظف حالها، هي مزعوجه من حالها. واذا بدنا نحكي عن المسلسل عن جد ما بنخلص، في كثير امور وقضايا عالجها المسلسل. هل بتحسي انه كفنانه انه في تحديات بتواجه الفنانات هاي الايام مثل قبل او اقل من قبل او نفس المستوى؟ على طول في تحديات بتواجه المرأة. على طول وين ما كان، مش بس بالفن، مثل شو؟ بأي مجال، بالفن، بالطب، كتير بأي مجال بتواجهك تحديات، بتواجهك صعوبات، بتلاقي ناس يمكن ما بدون ياك تنجحي، ما بدون ياك تتقدمي خطوة، بدون يرجعوك لورا، بأي مجال، مش بس بالفن، بس عم بحكيك تحديدا بالمجال يلي أنا فيه. تحديات بشغلك بدك فيها تعب، فيها تعب جسدي، فيها فكر، بدك تضلك up to date، بدك تضلك، بدك تكوني ثقافة بتفيدك كتير، انك تقري، انك تطلعي، مش بس تكوني فنانة، فيك تقدمي دور، بس الدور بيتطلب انك تكوني موجودة بالمجتمع، موجودة على السوشيال ميديا، الناس بتتابعك، في مسؤولية كمان، لانه في ناس صغار بالاعمار بيتأثروا بيلحقوكي، فبدك تكوني كتير حريصة، فبتصير مثل الامومة،
صحيح. كيف بالبيت انت حريصة على أولادك، كمان كفنانة بتصيري حريصة على كتار عم بيتابعوك، تحديات كتير إذا من عدة ما منخلص. هذا بياخدني بذكرتي الأمومة على سؤال تاني، الصورة النمطية خلينا نحكي المأخوذة عن السيدة بشكل عام، السيدة العربية إنه هي أم أولاً أو أخت أو 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 ابنة، يعني شو ما كان دورها بالعيلة، وثم هي شو ما كانت بمجال عملها. هل برأيك إنه الست اليوم قدرت تثبت إنه هي قادرة تعمل مساواة خلينا نحكي أو موازنة ما بين هدول الشغلتين، ولا في صعوبة؟ طبعاً أكيد أكيد طبعاً، هو أكيد في صعوبة لما أنت تكوني عندك شغلة واحدة عم تهتمي فيها بحياتك والوقت الباقي لإلك، ما عندك شيء أنت بتختاري اللي تعملي فيه، هي أكيد أسهل. بس لما تكوني أم وسيدة عاملة بأي مجال تاني أكيد صعب، بس أكيد أثبتت المرأة، لأنه المرأة فيها تتحمل أكثر من مسؤولية بنفس الوقت، فيها تكون مثل الرادار ملحقة على كل شيء، والوقت دايماً ما نحس الوقت عم يسرقنا نحن كسيدات صحيح. عاملات، بس لما تقسمي وقتك صح فيك تلاحقي على كل شيء. مزبوط. خلينا نحكي عن المؤتمر اليوم في الأردن، شو رأيك فيه مبدئياً كمؤتمر؟ هاي يعني صرنا عاملين 5 بالأردن، هذا 5 في الأردن. أكيد أنا بتابعه على طول، على طول بتابعه وفخورة بكل القيمين على هالمؤتمر، بيدعم المرأة، بتوصيل كل السيدات يطلعوا يحكوا يقولوا تجربتهم، كيف نجحوا وين فشلوا حتى يقولوا تجربتهم، هيدا بيعطي دعم كتير كبير. أوقات في نساء بيقولوا لنا تأثرنا بجملة التياه، أخذنا قرار ممكن تغير حياة، ممكن تغير حياة مثل ما نحن منتأثر أو تأثرنا وبعدنا منتأثر بكتار. فهذا الشيء كتير مهم أنه يكون كل سيدة عندها جملة مفيدة تقولها وعندها تجربة مفيدة أنها تقولها تطلع وتحكيها للعالم. مزبوط كلامك، شكرا كتير لإلك ست ماجي، شرفتينا ونورتينا. Thank you. أهلا وسهلا فيك. خلال المؤتمر تم عرض تقرير عن الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عقلة التي قتلها رصاص الغدر الإسرائيلي بدم بارد أثناء تغطيتها الهجوم على مخيم جنين، تلته تحية لروح الفقيدة ودقيقة صمت حداداً عليها. ثم كان الحوار اللي شاركت فيه عدد من الصحفيات والمراسلات التي غطينا الخبر من قلب ساحات المعارك والحروب، من ضمنهم مديرة مكتب قناة العربية في بريطانيا الإعلامية ريما مكتبي، اللي حاورناها حول أبرز ما يواجه المرأة من صعوبات في عالم الإعلام. أهلا وسهلا فيك ست ريما معنا، إحنا كتير سعيدين بوجودك معنا وبظهورك على شاشة عمان تي في، وخصوصا في صباح الخير يا أردن، شرفتينا. شرف إلي، وصباح الخير لكل الأردن، لعمان تحديدا والأردنية وين ما كانوا، اشتقنا لكم وأنا مبسوطة أن أكون بيناتكم. حبيبتي ست ريما، يعني أنت اليوم حضرتك وجودك مهم بهيك مؤتمرات لدعم المرأة، إذا نتحدث أكثر معك، يعني حضرتك إعلامية كبيرة وإلك باع طويل في هذا المجال، حابين نعرف منك أكثر إيش برأيك أبرز التحديات اللي بتواجه المرأة العربية بشكل عام في العمل الإعلامي؟ ما في ناقص للمرأة في الإعلام، يعني بتفتحي شاشات التلفزة للقنوات العربية والمحلية كتير في نساء صح، لكن مين بياخد القرار؟ الرجل. فبرأيي بعالم الإعلام صار وقت نصير نشوف سيدات ونساء، طبعا يكونوا عندهم كفاءة، وفي كتير منهم عندهم كفاءة، بدنا نشوفهم مدراء محطات، بدنا نشوفهم رؤساء تحرير، بدنا نشوفهم producers, executive producers قائمين على برامج، decision makers يعني بياخدوا القرار بصناعة الإعلام، مش بس هن وجه للمحتوى الإعلامي. فبالتالي تحية لكل مرأة على الشاشة، بتمنى أنها تبقى صادقة مع نفسها، تشتغل على حالها وعلى كفاءتها، ولكن ما تخلي الشاشة يكون بس طموحها، تشتغل على أنها تكون فاعلة مطرح ما هي موجودة، إذا بتحب الشاشة ليش لا، ولكن إذا كانت خلف الكواليس فهي على نفس القدر من النجاح، وعقبال ما نصير ناخذ هالقرارات ان شاء الله. اكيد ست ريما، زي ما ذكرنا وحكينا يعني حضرتك صار لك فتره في هذا المجال، ايش في موقف مر عليك خلال هاي السنين حسيتي بالتمييز في ضدك لانك انثى؟ الحروب اكثر شيء، واول شيء كانت تجربه الحرب الاسرائيليه على لبنان 2006. اول شيء كان في تردد لاني سيده وصبيه، ولما رحت على الميدان كان في كتير انتقادات انه حلوه صغيره ليش حطينا على الواجهه، حطوا رجال محلها.
وبالتالي كنت انزعج لأنه أنا خلقت بالحرب بلبنان وبالتالي عندي نفس الكفاءة. ورح أقلك أكتر، يعني من 2006 لليوم بكتير مواقف في نساء عندهم الجرأة يكونوا بالخطوط الأمامية بالحروب أكتر من الرجال. مع هيدا وكله بنسمع أنه يا الله ليش حاطين مرة حلوة أو مرة على الخطوط الأمامية. وبالتالي ما في ما بياخدوا بعين الاعتبار انه الحرب هي حرب، الصحافي هو صحفي سواء كان صحافي او صحفيه، وبالتالي هي الكفاءه. التمييز ضد المراه موجود كثير، بعد سنين وباع طويل مثلا بالمهنه بتلاقي انه في بواب منصدع بوجهك اذا حابه تتطوري بمهنتك فقط لانك سيده. بس انا ما تعلمت انه انطر الفرصه، أنا بقرأ على الأبواب وبطحش وقت اللي بدق الباب زي ما بقول، دق الباب وأحياناً يعني بتفشل الباب. لا وهلأ عم نشوف كتير من النساء والسيدات في هذا المجال يعني بيبرزوا حالهم وبيبينوا أنهم كفؤ بهذا المكان. أكيد. الفرص أحياناً لا تعطى تأخذ، خاصة فيما يخص بحقوق المرأة بكل المجالات. صحيح، مهم هذا الحكي كتير. طيب ست ريما، يعني زي ما قلنا حضرتك وجودك اليوم مهم لتمكين ودعم المرأة في مثل هيك مؤتمرات، وكان لك حلقة حوارية ضمن المؤتمر، احكينا أكتر شوي إيش أبرز النقاط اللي تحدثتي عنها؟ أهم شيء بعالم الإعلام أنه ما تصبح المرأة سلعة، وبالتالي نحن ما بنحكي عن سيدة بموقع الحروب لأنه بتجيب مشاهدين. نحن منقول أنه نحن مع صحفية بموقع الحرب. اليوم صار في شوي نوع من السنسيشناليزم، يعني هيك من الإثارة أنه منحط مرة بالمواقع الأمامية لأنه بتجيب نسبة مشاهدين أعلى. نحن موجودين لأنه لازم يكون عنا كفاءة. أيضاً بحب سلط الضوء أنه أهم النزاعات بالعالم هي عم تكون بالعالم العربي، والصحفي والصحفيات العربيات موجودين على الأرض عم بيعملوا إبداعات كتير أكتر من صحفيين الأجانب. الجوائز العالمية تعطى للأجانب وللغرب ولا تعطى للصحفي العربي، علماً أنه كتير من الصحفيين الغربيين كلهم مش كتير منهم ما بيتحدثوا اللغة العربية وبيتكلوا على صحفيين عرب موجودين على الأرض بيسموهم فيكسرز، أي نوع من منتجين، وبالتالي هن بيكونوا صوت والصورة أو عيونهم على الأرض. حان الوقت أنه الصحفي العربي ولو أنه باللغة العربية ياخد أكثر من الجوائز ومن الأكنولجمنت، يعني الاعتراف بمكانتهم وبإنجازاتهم، لأنه في كتير من العمل الدؤوب اللي بيحتاج التقدير وتسليط الضوء عليه. طبعاً أكيد بهمهم أنهم يتقدروا أكيد، وهم بالفعل بيحتاجوا. وأهم نقطة بدي أقول أنه نحن صحفيين وصحفيات لنبقى على قيد الحياة مش لنصبح شهداء. تحية لشيرين بوعاقلة، تحية لكل شهداء الصحافة، بستذكر كمان أطوار بهجت قتلت بقناة العربية. نحن مش مشروع شهداء، نحن شاهدين على الحق مش لنصبح بتوابيت ونصبح الخبر. وبالتالي قتل الصحفيين أمر مرفوض وين ما كان بالعالم. طبعا تحية لهم جميعا. ست ريما كتير تشرفنا بوجودك معنا وتشرفنا بالكلام اللي حكيتنا إياه، شكرا كتير، يعطيك ألف عافية. شكرا. Thank you. وما طلعنا من عالم تغطية الخبر من ساحة المعركة، فكان عندنا لقاء أيضا مع المراسلة الحربية في قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية الصحفية هدى عبد الحميد لتحكي لنا عن تجربتها في عالم تغطية الحروب وأبرز المخاطر اللي تعرضت لها. وخلال الحوار روت لنا موقف طريف مع صديقتها الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة قبل أسبوعين من استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أهلا وسهلا فيكي هدى، صباح الخير. إحنا كتير مبسوطين إنك أنت معنا، وكونك مراسلة حربية يعني بالنسبة لي صراحة فخر إني أكون على جنبك. ميرسي أوي. شكرا كتير لك. إحنا بنعرف إنه يعني العربي تبعك شوي مش كتير أنت يعني متمكنة منه قد الإنجليزي، بس رح تكون طبعا المقابلة بالعربي وباللهجة المصرية، فمشاهدينا هلا عم بتصبحوا باللهجة المصرية، ما فيش أحلى من كده. يعني في البداية اسمحي لي أسألك هدى، كونك مراسلة موجودة بالمناطق الحربية سواء كانت بالدول العربية أو بالدول الأجنبية، هل بتحسي أنك كمرأة
في صعوبة وتحديات بتواجهك؟ هو في صعوبات عشان انت على الجبهة وانت في حرب. الناس صعوبات اكتر عشان انت مرأة. انا ما افتكرش بالصراحة. افتكر يعني الخطر موجود ليا زي ما موجود للراجل. يعني الرصاصة ما بتفرقش بين انت راجل او انت ست او انت ست. الصاروخ ما عندوش فرق في الحاجات دي. ممكن مرات يكون في صعوبات من ناحية لازم تكوني فت، لازم تكوني متمرنة، يعني مش لازم تكوني قوة بدنية يعني. لازم تكوني جاهزة ان تجري سريع قوي، لازم تكوني مستعدة مرات حاجات يعني ما اعرفش، مش هتاكلي لمدة يومين او هتنامي في العربية لمدة يومين أو يعني لازم تكوني مستعدة لحاجات كده. يعني بدها قوة بدنية وقدرة تحمل. قدرة تحمل لازم يكون عندك، لازم تكوني مستعدة ان انت هتكوني مع الفريق بتاعك مع رجالة وستات وزملاء وكلنا مع بعض وكلنا في نفس المشكلة، فمش لازم تعملي فرق انا ست وانت راجل. حلو. عشان احنا كلنا مع بعض في نفس المشكلة نفس القضية او في نفس الوضع، فلازم كلنا نكون تيم ونساعد في على كل حال. اي بني ادم عنده امكانيات او مميزات اكتر من حد التاني، فكل واحد يحطهم مع بعض على نفس الطبق ونشارك بعض. حلو. يعني انا ساعدك في ده عشان انا اشطر منك في ده وانت تساعدني، بنكمل بعض يعني زي ما بالضبط. بالضبط. بما انه حضرتك غطيتي خلينا نحكي حروب اجنبيه وخصوصا مثل هلا حرب روسيا واوكرانيا، وكمان غطيتي الربيع العربي وكثير يعني حروب صارت في منطقتنا، هل بتحسي او اكيد في ما هو الفرق بين وضع اللاجئين بالدول الاجنبيه والدول العربيه؟ وهذا موضوع يعني اثار جدل كبير مؤخرا. انا فهمت قصدك، عشان كيف اللاجئين بتوع أوكرانيا مثلاً. كانت أوروبا استقبلتهم بكل مزبوط. حب وحنان، والسوريين ما كانش كده. هو عندك حق 100%، وأفتكر ده كان درس كبير لناس كتيرة في أوروبا إن في الآخر يعني لاجئين هما ما كانوش متخيلوا إن ده ممكن يحصل عندهم. ما كانوا مستوعبين عشان الجيل اللي موجود في أوروبا دلوقتي ما شافش حرب بقاله كتير. آخر الحرب كان بتاع البوسنة وما كانش في موجة كبيرة كده. فأفتكر أوروبا في البلاد سحيوا يعني للموضوع، بس برضو في هما كمان قالوا حاجة. هما قالوا طيب دولة أوروبيين جايين عندنا في أوروبا، انتوا في العالم العربي ليه ما استقبلتوش اللاجئين بتوعكم بنفس الطريقه اللي احنا بنستقبل بتوعنا؟ فيعني في الديسكورس صح. ان اللاجئ مش مفروض يكون لون شعره او لون بشرته او لون عيونه يعمل مميزات، بس في برضه الديسكورس المضاد. نعم. طب ليه هم ممكن يفتحوا بيوتهم ويدخلوهم وكل واحد اجر يعني ساعد ولا احنا ما بنعملش نفس الحاجه؟ نعم مظبوط كلام. فيعني الديسكورس عنده ناحيتين. صحيح. سمعنا انه حضرتك كنت زميله للشهيده شيرين ابو عاقل، تقدري تحكي لنا عن تجربتك معها او علاقه اللي كانت تجمعك فيها؟ بس انا اخر مره ما شفت شيرين كان يمكن اسبوعين ثلاثه قبل ما استشهدت. كنت طلعت من اوكرانيا وتاني يوم بعتوني على القدس. كان افتكر في أوائل رمضان. كنا قاعدين قدام باب العمود في القدس المحتلة، فبتقول يا جماعة أوكرانيا، أنتي بتوع جماعة أوكرانيا، تعالي قعدي جنبي. وابتدت تسألني أنا عاوز أعرف بقى إيه فرق بين الاحتلال هنا والاحتلال هناك. هي كانت بتقولي أنا عاوز أقولك في ناس كتيرة هنا بتأيد روسيا عشان موضوع الهيبوكريسي بتاع الاحتلال. مزبوط. انا كنت لسه طالعه من اوكرانيا، فانا اسمع ان في حد بيأيد روسيا عشان كان بقالي يمكن 3 اشهر كان شويه بتقولي ايه بجد، وبعدين فكرت فيها قلت لها عندك حق انا فاهمه من الوجع. انا كنت لسه طالعه بقالي 48 ساعه فلسه يعني. فكنا بنتكلم على الموضوع ده، فبتقول لي زي ما سألتيني على موضوع اللاجئين، هي كانت بتسألني نفس الحاجة على موضوع الاحتلال. مش معنى الاحتلال الروسي ده الدنيا كلها بتتقلب ضده، والاحتلال الإسرائيلي محدش بتتقلب ضده. فقعدنا نتكلم شوية وبعدين قلت لها بصي شيرين أنا تعبانة،
فجبنا شوية لوز وأكلنا لوز وقعدنا مع بعض. دي آخر مرة شفتها. يعني شغلكم أكيد شغل صعب جدا ويعطيكم ألف عافية. والله يرحمها للشهيدة شيرين أبو عاقل، هي يعني مثال يقتدى به ودائما رح نضلنا نتعلم من اللي هي قدمته. والله يحميكم ويحمي كل المراسلين في المناطق الحربية. احنا كثير فخورين فيكم عن جد دائما. والله يحميكم. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم هدى، يعطيك العافية. أما لقائنا مع الإعلامي اللبناني زافين فتمحور حول أهم القضايا المتعلقة بالمرأة ولا يتم تسليط الضوء عليها بشكل كافي في وسائل الإعلام، بالإضافة لحديثه عن أهمية التشاركية ما بين الرجل والمرأة في الحياة. أهلا وسهلا فيك أستاذ زافين، إحنا كتير سعيدين بوجودك معنا وجد نورت عمان. إحنا حتى على صعيد شخصي بنحبك كتير وبنحب إنه نتعرف عليك أكتر، وعن جد شخصيتك كتير قريبة على القلب زي ما توقعنا. شكرا، تسلمي. يعني صباح الخير لإليك، صباح الخير للأردن وعمان. أنا كتير مشتاق من بعد كوفيد، هيدي أول مرة بجي على عمان، وكان صار لي فترة قبل يمكن شي سنتين أو سنة، بقى كتير مشتاق لعمان وعم حس عمان يعني ما ضيعت وقت الكوفيد. شغالة في ازدهار حلو الحمد لله. يعني دايما هالمدينة حلوة، وتحية لكل المستمعين والمشاهدين اللي عم يسمعونا. شكرا لك ونورتنا واهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي شوي على قضايا المرأة بما انه المؤتمر يا الله يا الله هم الرجال عند هالصبح المرأة خففوا شوي المرأة وبنلاقي مناسبات تانية بنحكي كمان عن الرجل، كمان الرجل عنده حصة اكيد. بدنا نسألك من خبرتك ومن مسيرتك الطويلة في الإعلام، شو في قضية بتخص المرأة بتحس ما تسلط عليها الضوء بشكل كافي؟ يعني صراحة يعني بهالندوات اللي عم نسمعها اليوم، هذا الموضوع دائما كان عم ينطرح انه هل المرأة عندما تصل يجب ان تبقى مرأة او تكون ما يتطلبه المنصب اللي هي مسؤولة عنه. حلو. يعني المرأة الوزيرة او المرأة النائبة او المرأة المديرة او المرأة المدرسة، هي مدرسة اولا او مرأة اولا؟ وبالتالي كيف تختلف عن المدرس الرجل او الوزير الرجل او النائب الرجل؟ انا برأيي هل امتى بتفصل عن طبيعتها بين الرجل والمرأة هو شيء كتير تحدي كتير كبير، لأنه عندما تخوض المرأة المعارك تخوضها أحياناً على أساس أنه هي مرأة ويجب أن تصل لأنها مرأة. حضرتك قريب جداً على الشارع، في عندك حتى برنامج صباحي مع زافين، الناس بتتابعه زي ما كنا عم نحكي تحت الهواء، حتى المغتربين اللبنانيين والعرب، يعني البرنامج مسموع قريب جدا من الشارع، وهو بيعالج خلينا نحكي كتير تحديات ومشاكل موجودة اليوم. هل عم بتحس انه عم بيكون في تحديات كمان مثلا التليفونات اللي بتوصلك كتير في كمان من السيدات مشاكل خاصة فيهم، ولا اكتريته بتكون مشاكل عامة؟ لا هلا انا برنامجي حاليا ما بيطاول، يعني ما بيسمح، ما في مجال للعالم تطرح مشاكل خاصة، لأنه برنامج صباحي وبالسيارة والعالم يعني هيك كتير بتشاركوا معي بطريقة مباشرة. بعد ما فتحنا مجال للمشاكل الخاصة، وخاصة أنه اليوم بيروت عم تمرق بظروف كتير صعبة. صحيح. اقتصادية وسياسية ومعيشية ومن كل النواحي. مبروك مجلس النواب. ايه بقى هالأسبوع يعني بقى أكثر اليوم الذي يبرز هو التحدي الاجتماعي والمعيشي والسياسي اليومي، وخاصة أنه أنا بجي من باكراوند أنه دايماً كانت برامجي برامج شخصية، برامج مشاكل وتحديات شخصية، بعتقد العالم مش هناك بيرتاحوا لي أكثر ليحكوني بمشاكلهم العامة بقى. وهالمشاكل العامة اللي اليوم عم بسمعها يتساوى فيها الرجل والمرأة، يعني اليوم المرأة أمام تحديات أنه ما عندها وقت تفكر بنفسها، وصارت المرأة شريكة بأنه يبقى البيت دافئ ويبقى البيت فيه أكل وتبقى العائلة متماسكة. بقى بهيدي الأزمة المرأة اللبنانية مثل ما بكل الأزمات بالعالم، المرأة اللبنانية بلبنان أثبتت أنه هي شريكة ومتساوية للرجل بأنه تبقى يعني محافظة على المنزل والمجتمع المتماسك، ونفس الشيء الرجل. وكمان يعني هذه ملاحظة أنه بلبنان اليوم النساء أكثر عم يشتغلوا من الرجال، لأنه في أزمة اقتصادية وبالتالي صار في وظائف أقل وشركات عم بتسكر أكثر. وأول شيء عم يستغنوا عن الرجال لأنه معاشاتهم أكبر، لأنه أوبريشن تبعهم عم بيصغروا الأوبريشن، صار في رجال أكتر بيعانوا من البطالة، بالوقت أنه النساء لأنه
مواقعهم أصغر بشكل عام بوظائف عم يبقوا. يعني على هذا الكلام شكرا كثير لوقتك زفان، يعني عن جد الايجابيه اللي اعطيتنا اياها هذا الصبح رائعه، والتفكير الذكوري المثالي خليني اسمح لي اسميه بدنا منه كثير، والله يكثر من امثالك يعني. شكرا لك ويعطيكم العافيه وصباح الخير. نورتنا، اهلا وسهلا فيك. عالم الدراما وكتابة السيناريو والإخراج الدرامي عادة ما يسيطر عليه الذكور، إلا أن المؤلفة والكاتبة نادين الجبر قدرت تثبت أنها قادرة على التفوق في هذا المجال. كان أكبر دليل هو النجاح الكبير اللي حققه مسلسل للموت 2020، وهذا كان أبرز ما تحدثنا فيه بلقائنا معها. نادين احنا كتير مبسوطين انك معنا اليوم، واحنا من الفانز تبعونك. ثانكيو، وانا مبسوطه اكثر حبيبه قلبي، نورتي الاردن. سمعنا ثانكيو، اول مره بتيجي عنا بتزوري عن جد؟ ايه اول مره. فايتي الاردن بتعقد، مع انه بعد ما صح حالي كثير، يعني اظهر جاي بس 3 ايام بس، وعدت حالي اني ارجع اجي سياحه. اهلا وسهلا فيك باي وقت نادين. نادين انت من اعمالك المعروفه كثير خلينا نحكي واللي نشحت كثير اخر فتره، انك انت كتبتي 2020، مسلسل 2020 وللموت، وهدول المسلسلات شفنا شو عملوا، صدى كثير كبير. هل بتحسي انه الدراما العربيه اليوم ساهمت بانها رسمت صوره نمطيه للمراه ولا مش بالضبط هيك الموضوع؟ وهل هي الصوره بتكون في اغلب الاحيان خلينا نحكي سلبيه؟ مش بالضرورة، لكن كل مسلسل بيفرض الواقع تبعه، بيفرض البيئة تبعيته. أنا من الأشخاص يلي بيأمنوا أنه ما ضروري دايماً بالمسلسلات نحكي واقع 100%، لأنه إذا بدي أحكي واقع خلينا نعمل يمكن وثائقي، فلازم نخرج عن المألوف. بالحياة في أشخاص منيح، في أشخاص مش منيح، في أشخاص نفسيتهم منيحة، في أشخاص عينوا، في أشخاص سعيدين، في يعني من جميع النواحي. بكل مسلسل بتتطرق إلى بيئة معينة، لناحية نفسية معينة، يعني ما ضروري تكون بكل مسلسل هي ذاتها، وهذا اللي عم جرب أعمله بكل مسلسل عم تكون مختلفة. طب شو بيهمك بالكتابة أكتر إشي نادين؟ خصوصا لما تكتبي أدوار مرأة، إيش أكتر إشي بتحسيه بيهمك؟ لكن أنا كل شيء ممكن يلهمني، أنا ممكن روح أشرب كافي بمطعم لحالي، ركب سيناريوهات من الناس ما بعرفهم عم بتطلع من الواقع، من الواقع بيرجع عندي هون الخيال لوين بياخذني. انا ما بحدني يعني ما ضروري بكل مسلسل كون بيور 100% واقعية، مع انه مثلا بلا الموت في كتير يعني في واقع 90%، بس بمحل بدك تبالغ شوي، تطلع شوي، لانه عم تعمل دراما لتنفر الواقع اكثر. صح. بدك تعملي اقسى، بدك تعملي تعليه درجه لحتى اكستريم اكثر، زي اكستريم اكثر. نعم. مع العلم انه في واقع اقسى من هيك. صح. كل شيء ممكن يلهمني، كل شيء ممكن القطه جمله تاخذني لمحل كاركتر، شو ما كان، ممكن غنية، شو ما كان فيه يلهمني. طب نادين كيف منقدر انه نمكن وندعم المرأة اكتر في عالم الفن؟ يعني انا من خلال مجالي هو اني صلت الضوء على مشاكل معينة تعنى بالنساء، اشياء لازم نضوي عليها لحتى نلفت النظر لها، لانه الدراما ما فيها تحل المشكل، الدراما هي بتسلط الضوء على المشكل لعله اصحاب القرار هن اللي ياخذوا قرار بهذا الشيء. طب بدنا هيك يعني نشوف نجسنا بتخرينا زي ما بنحكي احنا بالاردني، في للموت جزء ثالث؟ لك هلا كلهم عم يسالوني. طب بدنا نعرف، كلنا حضرنا بدنا كل شيء بوقته حلو، ما فينا يعني يمكن خلينا نحكي يمكن ايه ويمكن لا. طب و 2020 كنا متوقعين يصير في جزء ثاني؟ ما بطل، لا هذا مش يعني ما ايه كان في مشروع 2022. ايه كان في مشروع، وبالنهايه لك القرار هو قرار الشركه بتبلش، يعني شركه الانتاج مع التلفزيون، طلب التلفزيون انه بدهم سيزن 2 لحيلا او سيزن 3 لحيلا مسلسل، بتبلش هون دراسة من قبل يعني ومن قبل الفريق العمل، هل مش مهم بس نعمل سيزن 3، مهم نعمل سيزن 3 يكون بقوة السيزن 2. صحيح. يكون عنا شيء نقوله. صحيح. إذا ما عنا شيء نقوله بدنا نسقط، لا ما حدا أحسن نوقف. احنا كتير مبسوطين كمان مرة لوجودك معنا ونورتينا. Thank you. شكرا لك. تم التطرق في المؤتمر للعديد من الجوانب حول دعم المرأة وتمكينها في عدد كبير من القطاعات، وتم التأكيد على الدور الكبير للمرأة في المجتمع باعتبارها شريكاً للرجل على قدم المساواة، ومشاركة النساء في عملية صنع القرار وفي الحياة السياسية لم تعد بذخاً أو ترفاً أو خياراً، بل أصبحت ضرورة وواجباً لأي دولة تسعى إلى رسم مستقبل زاهر وإلى تحقيق الإصلاح الديمقراطي والتنمية المستدامة.
ويبدأ ذلك من بوابة الدعم للوصول إلى المواقع القيادية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الوسائل كما وصفته وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى. وتنوعت أنشطة المؤتمر لتتضمن عروضاً ركزت على قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والقطاع المصرفي والطيران والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى جلسات حوارية شيقة مع نساء رائدات نجحن في إحداث فرق في إدارة المنظمات الدولية الاقتصادية ومجالات السياسة ومفاوضات صنع السلام والإعلام، لا سيما التغطيات في الأماكن الخطرة، إضافة إلى الفن بكل مجالاته مع الرقص إلى الكتابة فالإخراج والتمثيل.